في إطار المتابعة المستمرة لمراقبة الموارد المالية وزيادة الدخل، تجيء هذه الزيارة الميدانية التي قام بها وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود إلى مباني الإدارة العامة للضرائب، فبداية بمكتب الضرائب رقم 4 بالدائرة الرابعة وانتهاء بأروقة الإدارة العامة للضرائب. تفقد الوزير مختلف الأقسام والمكاتب والتقى بالمسؤولين والموظفين، حيث لاحظ الوزير أن هناك تراجعا في تحصيل الضرائب، لذلك دعا الموظفين إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين الدخل. والريسيت ده يعني علينا درسناه وعرفناه من بدري، كل انا عارفه الريسيت انا الامبو في تشاد ده ما هو مشات في سخله والكارتشي بلابلين والردينه كلها بيجو ديبو، كان مشات في سوق كبير، كان رخطه في الشوارع شهر 40 شهر 50 شهر اي محل تلقى بس تجاره، اي زول بتاجر بلقى ربا، وواجب يكفي شيء للحكومه. كل الشركات في تشاد هنا ما قاعدين يطفوا امبو، اكتر منهم ما بطفوا الامبو، والبطفو ما قاعدين يطفوا زي ما واجب يطفوا، وده السبب شنو صحيح هم ذات بلبدوا الحسابات، ومرات كمان جماعنا هنا الاجان هنا كان الامبو ذاتك ما قاعدين بسوا خدمتهم. كما شدد وزير المالية والميزانية على ضرورة قيام الموظفين بواجبهم على الوجه المطلوب وعدم التلاعب بالأرقام. عندنا هسه كوننا لجنة، اللجنة دي تكون يعني تتقسم على ثلاثة يعني جروب، الدوسية ده نيجي نخمو الدوسية المهمين عن الشركات المهمين ده نخمو من هنا ونودو من هناك. الثلاثة جروب ده أي جروب يأتدي الدوسية ده، الدوسية ده يجي هنا ويمشي في الجروب الثاني ويمشي في الدوسية، الواحد ده يأدي في الثلاثة جروب ده كله كيشوفوا شنو الدوسية ده. كل البي هنا المون ده بيشتغلوا بالامبو، بلا امبو الدولة تشتغل بشان تكفي السالير، يعني يشولوا الا الديون بس يكفوا فوق السالير الفوق. الناس هنا الامبو ده يخيروا الودي اللي ماشيين فوق ده يخيروا، ولا هم يخيروا ولا انا نخيرهم هم. وحول مطالب الموظفين بتحسين الوضع، اكد الوزير ان تفانيهم في العمل سيسهم في زيادة الدخل، مما يمكن الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة وتوفير الوسائل والامكانيات الضرورية للعمل.